يتقبل الدكتور احمد الحاسي لمدراء مراكز العزل ورسائل لجان الاستشاريه. طلبنا منهم بشكل رسمي من الدكتور احمد الحاسي انه يحدد لنا مهام اللجنه، اليه العمل، اليه التواصل بين اللجنه الاستشاريه جبل الاخضر واللجنه الاستشاريه الطبيه العليا. يعني وعدنا بان يتم اعداد مقترح متكامل حول اليه العمل، اليه التواصل. للاسف اللجنه الاستشاريه الطبيه العليا نأت بنفسها عن جميع اللجان، وعلى ما اعتقد هذا حتى راي باقي اللجان في طبرق وفي درنا، ان لم تقدم اي معونه للجان الطبيه الفرعيه. مستشفى شحات الامراض الصدريه مستشفى ساعته حوالي 120 سرير، تم تجهيزه بغرفه عنايه تسع فقط 6 اسره. اجهزه التنفس الصناعي 3 اجهزه فقط وتم تزويدنا بها عن طريق وزاره الصحه. معدات الحماية الشخصية لا نكاد نوفرها إلا عن طريق. طيب يا أستاذ عبد الرحيم، أنت تعرف جيدا أنه عملية التجهيز هي اختصاص أصيل لوزارة الصحة وليست اختصاص اللجنة الاستشارية الطبية، هي لجنة تضع الاستشارات فحسب. هذا الشيء ما تم توضيحه من اللجنة الاستشارية الطبية أن اختصاصها كلجنة استشارية فقط، لكن لما يكون كلجنة استشارية طبية ورئيسها عضو في اللجنة العليا هي وزير الصحة، كان يجب أنها هي تكون أدرى حد ما يدور في اللجان الاستشارية الطبية. طيب لكن فيما يتعلق حتى بالأوضاع الطبيعية، أنت مدير مستشفى، ربما تخاطب الجهات المسؤولة عنك في وزارة الصحة، أليس كذلك؟ أنا كمدير مستشفى جميع ما يتم توفيره في مراكز العزل في مستشفى شحات، وإذا كان في أي حد على حسب ما سمعت ان في خلاف بين البيضة وشحات، هذا كلام غير صحيح اطلاقا، كلام نفيه جملة وتفصيلا. واللي قال الكلام هذا يا ريت يوضح منين مصادره. اشكرك جزيل الشكر يا استاذ عبد الرحيم مازق مدير مستشفى البيضة. لو كان لديك تعليق على هذه الجزئية الدكتورة فتحية تفضلي. بالنسبة للجنة الطبية